احتفلت الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد بقصر الدبارة وسط مشاركة شخصيات رسمية وعامة. وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الخص أندريا زكي إنه لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا تحتفل الكنيسة بحضور الشعب، مؤكدا أن الاتصال الإنساني قيمة عظمى رغم تطور وسائل التواصل الاجتماعي. النهاردة رسالة حضور الله في مجتمع المخاطر، كانت كورونا بتفرض مخاطر، الميلاد بيلهمنا درس مهم جدا أن الله حاضر حتى في مجتمع المخاطر، وأنه بيسند شعبه، وأنه بيكون مع الناس، وأنه معهم في الخندق، وأن الفاكسين عطية من عطايا الله لمواجهة هذه الجائحة. التباعد الاجتماعي والماسكات والكحول اللي كان موجود في كل حتة في الكنيسة، والبرنامج كان سريع ومختصر ساعة ونص علشان ما نضمن ما يكونش فيه أكثر من التكدس، فالإجراءات الاحترازية دي اتخذناها، وآملا إن شاء الله أن تنتهي هذه الموجة. كل سنة وانت طيب يا شعب مصر، وكل أعياد بخير وسلام.